تابع الذي يعطي إشارة البدي به منذ لحظاته، وهو شوط خاص بالحجايج البكار لمسافتنا المعتادة في أمسية هذا اليوم وهي 4 كيلومترات. نسير مع الصدارة، نتابع البداية والمقدمة وعبير اللي قادت المجموعة بالشعار محفوظ بخميس لينيبي من ياتي بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز تلقيها مع المركز الثاني. التسلل، التقدم لحضور لحميد بن سالم بن حماد الاكتبي، يقدم تحديات حضور مع المركز الثاني. ثالث الانطلاقات، ثالث التحديات الظبي لحمد بن راشد بن محمد بن هلال الكيبالي، ولكن أرى التقدم، أرى التحديات، أرى الانطلاق المثير، وسهم عامر بن حمد بن عامر العامري يأتي بتحدياته، سهم على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات، خامس التحديات الشاهينية للصالح بن سالم بن قران بن سعيد الاكتبي، يقدم هذا الاسم مع المركز الخامس. سادس الانطلاقات، وصول في هذه اللحظات من مستوى الساري بالصغير بن سالم بن علي العامري، نتابع المركز السابع، نتابع الانطلاق مع عزايم لراشد بن خميس العمري ياتي بتحديات، عزايم مع المركز السابع. المركز الثامن، وصول ايضا من لندن لسعود يوسف غانم اهلي، متابعا لتحديات لندن على مستوى المركز الثامن. المركز التاسع، تصل عالية لأحمد بن غانم بن علي المنصوري، يقدم عالية من بدأت تتسلل في هذه اللحظات على مستوى المركز التاسع. المركز العاشر، نتابع شقرة ليابر بسير بخميس الشامسي، هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط ومع هذا الانطلاق ومع هذا السن، سن الحجايج. نعود والعود أحمد إلى الصدارة، إلى المقدمة، نتابع البداية، نتابع الانطلاق، نتابع التحديات. الحاضر، ولكن أرهني عبير من تقود المجموعة، من تنطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية، محفوظ بخميس لينيبي ياتي بتحديات عبير، ولكن عامر بن سالم العامري بدأ يتسلل، بدأ يتقدم في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق المثير. التغييرات مستمرة، التقدم في هذه اللحظات والتسلل لمستوى الساري بالصغير بن سالم العامري، يقدم مستوى المركز الثاني. سهم لعامر بن حمد بن عامر العامري، ولكن أرى التسلل مع عزايم شدة العزم مع هذا الانطلاق المتميز. راشد بن خميس العمري ياتي بتحديات عزايم، من الجانب الآخر مواري حمد بن عبد الله بن شطيط الماركي تتسلل بدورها مع المركز الثالث. الظبي رابعا حمد بن راشد بن محمد الهلال الكيبالي، ولكن عوايد قادمة مع المركز الرابع. منصور بن سعيد بن سالمين المنصوري يقدم عوايد على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات، خامس التحديات، العبية صلاح أحمد غريب ياتي بتحديات العبية، ما شاء الله تبارك الله، وصلت الأسامي، وصلت الشعارات، التحديات المعتادة، مطر بن محمد بن مصرح الأحبابي، ولكن نعود مع الصدارة والتغيير اللي طرى وجرى. نتابع عوايد وكعادة هذا الشعار، منصور بن سعيد بن سالمين المنصوري ياتي بتحديات عوايد، شعار زومان يتقدم، ينطلق بالصدارة، مستوى مع المركز الثاني، تقدم مستوى طيب وأداء رفيع ساري بصير بن سالم العامري، ما شاء الله التحديات، ولكن مستوى تتسلل، تتقدم، تنطلق بناموس هذا الشوط واللحظات الأخيرة. مستوى عوايد ومستوى عوايد تنتزع ناموس هذا الشوط لتهدي السلامات.
لأهالي الروضة مع هذا الانطلاق المتميز. سلام سلام للروضة سلام وشعار زومان ينتزع ناموس هذا الشوط مع عوايد لمصور بسعيد بن سالمين. المركز الثاني جاءت مستوى ساري بالصغير العامري. المركز الثالث العبية صلاح أحمد غريب. المركز الرابع تصل في هذه اللحظات أيضا مواري حمد بن عبد الله بشطيط المالكي. المركز الخامس عزايم راشد بخميس العمري. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. نعود مع التوقيت الزمني وشعاره أيضا زومان مع انتزع ناموس هذا الشوط مع عوايد منصور بن سعيد بن سالمين المنصوري. 5:56 ست أجزاء من الثانية ليهتدي السلامات لأهالي الروضة أهالي العين مع هذا الانطلاق المتميز. المركز الثاني 5:57 بالوفاء والتمام هو توقيت مستوى. تهاني للساري بصغير بن سالم بن علي العامري. بينما اللي وصلت مع المركز الثالث هذه لحظات وصول العبية 5:59 وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لصلاح أحمد غريب. التواصل يستمر في هذه الفترة المسائية.